بلشنا نظام التعليم عن بعد لحتى توصلكم دروسكم في ظل هاي الظروف. نتمنى حبايبي نسمع كلام ماما وبابا وما نطلع برا ونضلنا نغسل ايدينا على طول لحتى ترجع الأمور مثل أول، نرجع نداوم على المدرسة ونرجع نشوف بعض زي أول. أوكي حبايبي، اليوم حبايبي درسنا الأول رح يكون سوستوي اللي ديريكسيون. ديريكسيون اللي هي الاتجاهات. في عنا مثل ما أنتم شايفين هون عنا أربع اتجاهات. بنبلش بتورن غوش اتجه شمالا، تورن أدغوات اتجه يمينا، فا تو دغوا اذهب للأمام، وتخفيغز لاغو اقطع الشارع. أوكي حبيبي، زي ما أنتم شايفين أنه في قدامنا أربع جمل وعنا كمان أربع صور، ومثل ما حكينا كيف بدنا نفرق بين اليمين والشمال. حبيبي إيدنا اليمين اللي هي الإيد اللي بناكل وبنكتب فيها. مثلا عنا الصورة الأولى هاي بتتجه زي ما أنتم شايفين هون هيك لليمين. يعني لو بدنا نتخيل انه انا هون بسيارة وبدي الف على هذا الشارع، على اي جهة رح الف؟ اكيد رح الف على اليمين زي ما انتم شايفين. وهون نفس الشيء، اذا كنت انا هون بسيارة واني اذا بدي الف هذا الشارع على اني جهة بلف عشمال. طيب المهم اللي بدنا نعرفه حبايبي انه احنا الاتجاهات بدنا نعرفهم بالفرنسي اللي ديريكسيون. زي ما انتم شايفين عندنا لي كاتر ديريكسيون، اربع اتجاهات اللي قدامكم. تورن اغوش، عيد وراي حبايبي، تورن اغوش اتجه للشمال، تورن ادغوات اتجه لليمين، فا تو دغوا اذهب للامام، ترافيرز لا رو اقطع الشارع. هلا بدنا نحكي هدول الجمل مع واحنا بنشوف الصور. مثلا الصورة الأولى حبايبي ايش راح تكون جواب؟ تورن ادغوات، ايوه ممتازين. الصورة الثانية ايش راح تكون؟ فا تو دغوا. اذا عندنا تورن ادغوات، فا تو دغوا الصورة الثانية. الصورة الثالثة زي ما انتم شايفين في عندنا خط مشاة وعندنا طلاب قاعدين بقطعوا الشارع، راح نحكي تخافيغز لاغو. تخافيغز لاغو الجملة الأخيرة شايفينها اللي أنا حط عليها الماوس. هلأ في عنا الصورة الأخيرة وهي إيش راح تكون؟ تغن أغوش، تغن أغوش. هيا حبايب تغن أغوش، نتجه للشمال. نرجع عيدهم وعيدوا وراي حبايبي، بدي اياكم شطورين زي ما احنا كنا في الصف. عندنا الصورة الأولى تغنى دغوات، هيها الصورة الأولى تغنى دغوات. الصورة الثانية فا تو دغوا، فا تو دغوا. الصورة الثالثة تخافيغز لا رو، تخافيغز لا رو. الصورة الرابعة والأخيرة تغن أغوش، تغن أغوش. أحسنتوا حبايبي، وإن شاء الله بتزول عنا هاي الأمراض وبنرجع نشوف بعض مثل أول بالصف وندرس زي أول. يعطيكم العافية.